والنهارده هنعمل مع بعض القرص الطريه اللي انتوا طلبتوها مني اكتر من مره، واخر اتصال كان امبارح معانا فقلت النهارده ان شاء الله هنعملها بمنتهى البساطه وسهله جدا في العجان، نقدر لو ما عندناش عجان نعملها بمنتهى السهوله برده على ايدينا. هي طبعا فيها خميره، معنى انها فيها خميره يعني بتحتاج تخمير زي اي عجايم بنعملها، اي مخبوزات فيها خميره لازم تاخد حقها في التخمير، يعني بيبقى ليها وقت في التخمير، وبعد كده بنرجع نقرصها او نقطعها وبعدين نسيبها تخمر تاني. يعني عندنا مرحلتين من التخمير او من ان العجينه بتاعتنا ترتاح. تمام كده، هننزل بالمكونات بتاعتنا على الشاشه دلوقتي وهنبدا واحده واحده نقول مع بعض المكونات الجافه اللي هتتحط مع بعض والمكونات السائله اللي هتتحط مع بعض ايه، وهنمشي الخطوات مع بعض خطوه خطوه، هما كلهم على بعض هما خطوتين اتنين، هنضم ايه على ايه وخلاص كده. شكرا، عملنا احلى قرص طريه حلوه جدا تتاكل الصبح مع شاي بلبن مع شاي ساده مع اي مشروب انت بتحبيه. طبعا كلنا الستات بتوع زمان كنا بنستبدل الحاجات دي وبنحط قشطه، قشطه بلدي حلوه بنبقى مخزنينها في الثلاجه بتدي طعم حلو قوي وبتغنيكي عن لو انت ما عندكيش زبده بلدي او سمنه بلدي، بتقدري تعملي بالقشطه بتدينا نتيجه حلوه قوي. فالمتاح بالنسبه لنا في الثلاجه دلوقتي هنقوله مع بعض وهنشوف المكونات مع بعض على الشاشه وهنبدا على طول في الوصفه. يلا بينا ننزل المكونات على الشاشه وانا هقولها معاكم. معانا كيلو من الدقيق طبعا منخول، بننخله عشان خاطر يبقى هش معانا والعجينه معانا طريه ويبقى من جوه الفطيره مفرغه كده وحلو. تمام، دي اول حاجه. بقيه المكونات هتبقى معانا على الشاشه دلوقتي حلو ونقولها مع بعض اهو كده. تمام، صباح الهنا والسعاده على قلبكم يا رب. طيب، عارفه والله. طيب، كيلو من الدقيق، كوبايه ونص من السمنه، ورشه من الملح، وكمان معلقه ونص من البيكنج باودر، وكمان معانا معلقه ونص من الخميره، ومعلقتين من السكر، اي نوع سكر موجود عندك. وادي الوصفه قدامنا اهو. هنكمل معانا ينسون او شمر لو احنا مش هنحشيها بحاجه، ومعانا كمان حليب دافي، ومعانا رايب لبن رايب، يعني معانا ده ومعانا ده. تمام كده، كل المكونات معانا على الشاشه اهي، هنقدر نصورها او ننقلها عشان خاطر الناس اللي بيقولوا لي احنا ما بنلحقش يا شيف نشوف المكونات بتاعتنا على الشاشه، موجوده معانا على الشاشه حالا اهو، وهنعرضها تاني وتاني لحد ما نخلص الوصفه مع بعض. تمام، معانا اهو المكونات. معانا مين؟ هيام من اسوان، ونقول الو يا هيومه. الو، طب يا قلبي رجعي اتصلي بينا تاني، شكرا لاتصالك يا روحي. طيب تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. اول حاجه هنسيب كده الايه الحاجات اللي احنا قلنا عليها، هناخد المواد الجافه الاول. معانا اهو، انا عايزه اعمل حاجه، معانا امكانيه اعملها، هاخد بوله او كوبايه ايا كان الموجود عندي، هاخد فيها كميه الخميره وكميه السكر، وده اسمه اختبار للخميره. انا في البيت بحط كله على بعضه عادي جدا، كل المواد الجافه عادي جدا من غير ما اختبر الخميره، بس احنا هنا هنعمل كده ايه يعني لحد ما نبدا ندور العجان بتاعنا. تمام كده اهو، هنعوز شويه ميه دافيين في ولا ماشي، ميه دافيه اهي وزي الفل. هناخد كده نص كوبايه بالظبط، وهنقوم سايبينها كده مقلبينها وسايبينها تختمر او نختبرها مع بعض عشان نشوف انها فعاله وشغاله وحلوه وهتنجح معايا العجين اللي انا بعمله، ولا استبدلها بحاجه تانية يعني اجيب غيرها. مليكة، ام مليكة من الشرقيه، ونقول الو. الو، صباح الهنا والسعاده. صباح الخير عليك، الحمد لله. جدا وانا بحبك جدا يا قلبي، تسلمي لي يا رب. خليك، عامله ايه؟ عايز اقول لحضرتك انا على طول الكيكه بتهبط مني في الفرن. طيب قولي لي سريعا كده بتعمليها ازاي وانا اقول لك. يلا احنا مع بعض. كوبايه ونص سكر، كوبايه ونص زيت، كيلو نص كيلو دقيق، معلقه رشه ملح، لبن كوبايه، كوبايه ونص لبن، وبس كده. وببقى مسخن الفرن وثلاث بيضات، وببقى مسخن الفرن من قبل ما استخدمه. تمام، بصي يا قلبي المواد السائله كتيره قوي او الكميات كبيره قوي، على الثلاث بيضات كوبايه ونص كوبايه ونص كوبايه ونص كتير قوي. هقول لك المظبوط بتاعها. تمام، سامعاني؟ تمام، اه سامعاك. طب اسمعيني يا قلبي، هقول لك المظبوط بتاعها، شكرا لاتصالك.
حطينا بقيه المكونات الملح وحطينا البيكنج باودر على الدقيق بتاعنا اللي احنا نخلينه كيلو من الدقيق تمام كده، وسايبين الخميره بتاعتنا اهي مع معلقه السكر مع نص كوبايه الميه. حلو الكلام. طب يا قلبي هقول لك على طول، الكيكه بنحط 3 بيضات بدرجه حراره المطبخ، وبنحط معاهم رشه فانيليا ومعاهم كوبايه من السكر، وبنضربهم كويس جدا في العجان، في الخلاط، في المتاح عندك على ايدك بالمضرب اليدوي زي اللي موجود عندك اعمليه تمام كده. وبعدين بنضيف كوبايه من الزبادي او نص كوبايه من اللبن على حسب ما انت موجوده عندك في الثلاجه، وبنضرب كل الكلام ده مع بعضه. دي المواد السائله. بنجيب كوبايتين ونص من الدقيق ونحط عليهم باكت من بيكنج باودر، رشه من الملح، وبنقوم مقلبين المواد السائله مع المواد الجافه ونقلبهم كويس جدا، ونسخن الفرن بتاعنا على درجه حراره 160، بنحطها على الشبكه ما بنفتحش عليها خالص لحد ما بتستوي. لما بتستوي بنفتح نص فتحه ونفصل الفرن بتاعنا ونسيبها تهدى وبعدين نخرجها. شكرا لاتصالك. طيب حاضر، هنطلع بس العجان شويه عشان تشوفوا معايا اهو كده تمام. تسلم. هنبدا نضيف المواد السائله تمام، اللي هو اللبن والرايب. هنحط كده عشان طبعا العجان بتاعي مش هيلف لما فيش اي مواد سائله معايا تلف بيها الدقيق بتاعي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم كده، ونبدا نشغل واحده واحده. بسم الله على الهادي كده عشان خاطر ما ايه ما يعملش عفره في وشنا وتلاقي الدنيا اتبهدلت. واحده واحده. معانا مين على التليفون؟ يا استاذ يوسف، صباح الهنا والسعاده على قلبك. صباح الفل يا شيف عزه، عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ انا الحمد لله بخير، ازي حضرتك؟ ايه صاحي بدري النهارده وفي نشاط اهو. في نشاط الحمد لله. الحمد لله يا حبيب قلبي، ايه الاخبار؟ الحمد لله والله بخير. قول لي، ليك في القرص الطريه؟ بتحب تفطر بيها؟ بتعمل ايه؟ ماما بتعملها لك؟ ايوه انا بحبها جدا على فكره، بس احنا دلوقتي عاملين دايت. عاملين دايت يعني مش هناكل؟ لا ناكل يعني. أيوة نسب صغيره. ايوه كميات صغيره. ايوه انا قلت لحضرتك عايزين حاجات دايت بقى الفتره اللي جايه بقى. حاضر والله برتب لك. حاضر من عيني. حاضر يا يوسف. ربنا يخليك. على فكره احنا ممكن نستبدل الوصفه دي بزيت، نحط نسبه زيت يعني نشيل الزبده او السمنه البلدي ونحط زيت لو انت عايز حاجه دايت وخفيفه وما تبقاش تقيله في الاكل. ايوه ماشي. بنتعلم من حضرتك كل حاجه حلوه. تسلم. ربنا يخليك يا يوسف، يا رب ما تحرمش منك يا رب. شكرا ليك يا بابا، مع الف سلامه. بصوا احنا ماشيين واحده 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 واحده. طيب هنضيف دلوقتي الزبده او السمنه البلدي بتاعتنا، طبعا كل حاجه بدرجه حراره المطبخ عشان خاطر نعرف ان كل حاجه تخش مع بعضها، ما تبقاش في حاجه مكتله وبوظ لي العجينه بتاعتي وتديني نتيجه مش حلوه، وكمان في التخمير بيبقى اسرع واسهل تمام كده. يلا بينا نضيف كميه السمنه بتاعتنا واحده واحده اهو كده من الجنب واحده واحده. طب يا شيف هو في ترتيب للحاجات دي؟ لا هو مفيش ترتيب، بس احنا دايما لما بنجمع كده المواد الجافه مع بعضها وبعد كده بنجمع المواد السائله في اي وصفه بنعملها، كيك، معجنات، اي حاجه بتسهل علينا ان الدنيا تتلم معانا اسرع واسهل، وكل حاجه بتبقى مختلطه اسرع واكتر حلوه تمام. نجيب بس سبتيول كده. معانا تليفون ام عبد الله من الدقهليه، ونقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. ازاي حضرتك؟ ازيك يا حبيبتي، صباحك هنا وسعاده يا رب. صباح العسل. انا على فكره انا بحبك جدا والله العظيم. ربنا يخليك. اول مره اكلم حد والله في التلفزيون. يا حبيبتي ده شرف لينا، انت منورانا. والله العظيم انا كنت هرن على حضرتك اسالك على طريقه القرص الطريه والله العظيم. يا حبيبه قلبي اهو انت تأمري. والله العظيم كنت هرن على حضرتك اسالك على القرص الطريه والله شرف ليا ان انتوا شايفين ان الوصفات اللي انتوا بتحبوها انا اوفرها لكم واعملها لكم، ده على راسي والله يا قلبي. الله يخليك. كنت عايزه حضرتك تكلميني بعد الحلقه ضروري والنبي، فممكن طيب. رقم تليفون حضرتك طيب. يعني ممكن تسيبي لي رقمك في الكنترول وارجع اتواصل معاكي بعد اذنكم؟ معلش ممكن حد ياخد منها الرقم؟ شكرا شكرا لاتصالك يا قلبي، شكرا ليكي. والقرص معاكي اهي، وهننزل مكوناتها دلوقتي واحنا شغالين بعد اذنكم عشان الناس اللي ما بتلحقش تشوفها معانا على الشاشه اهو. احنا شغالين بنسرع شويه شويه عشان خاطر نجمع العجينه بسرعه تمام. معانا المكونات على الشاشه اهي، اللي حابب يصورها او ينقلها احنا معاكم اهو.
يلا بينا ننزل بقى الخميره تدريجيا كده واحده واحده. بصوا شويه شويه كده عشان العجينه معانا تلف اهو. بصوا شويه شويه. وطبعا انا بحاول ما اعليش العجان قوي عشان تسمعوني وانا بتكلم معاكم اهو. بصوا ننزل الجوانب كلها كده عشان تختلط كلها مع بعض. ام جنات الو. السلام عليكم. صباح الهنا والسعاده. اهلا وسهلا. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي كويس. حبيبتي منوره الدنيا كلها. قولي لي بتعرفي تعملي القرص الفلاحي لبيتي ولا لا؟ لا والله. طب يلا بقى تعلمي معايا. انا اخت ام ياسين. اه اهلا وسهلا يا قلبي. حبيبتي يا رب منوره الدنيا كلها يا قلبي. حبيبتي قولي لي يا قلبي ليكي اي سؤال وانت طيبه وبخير يا حبيبتي. لا يا حبيبتي انا بس اتصلت اسلم على حضرتك. يا حبيبتي ده شرف ليا. اهلا وسهلا بيكي يا قلبي. شكرا لاتصالك يا حبيبتي. منك. يلا بقى جربي معانا الوصفه. شكرا ليكي يا قلبي. بصوا بقى احنا سايبينها اهي بتاخد وتدي كده لان هي بتعوز عجن شويه. تمام خلاص اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. اخر عجنه كده واخر لمه معانا عشان عايزينها كده الملمس بتاعها طري ولما نسيبها ترتاح وتخمر تبقى كويسه اهو. اهو بص كده كفايه جدا بس كده. عايزين نفصل العجين. الحمد لله. دوشه 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 اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا الخطاب بتاعي او السلاح بتاعي اللي انا بعجن بيه طالع فاضي. ده معناه ان العجينه لمت كويس قوي اتعجنت حلو قوي وهو ده النتيجه اللي انا عايزاها. تمام يلا نسمي بالله كده بقى وناخد. بصوا بسم الله ما شاء الله العجينه تحفه اللهم صل على النبي يعني طالع حلو قوي. بصوا طبعا بنلمها كده كويس جدا ونحطها في بوله وندهنها زيت من جوه طبعا البوله من جوه من بره عشان نسيبها تختمر وطبعا بنسيبها ترتاح اقل حاجه نص ساعه وبعد كده بنقوم مطلعينها وايه مشكلينها مقرصينها عاملينها زي ما احنا عايزين وبعدين نسيبها ترتاح تاني. تعالي نشوف بقى اللي مختمره معانا اهي. بصوا ما شاء الله. تعالي نحط دي قدام لان طبعا هي كده كده مش تلحق تخمر معانا اهي. دي اللي احنا عملناها مع بعض على الهوا دلوقتي. يا موده. الو يا شيخ عزه. صباح الفل. صباح الهنا والسعاده. ايه الاخبار؟ كويسه الحمد لله. انت عامله ايه حبيبتي؟ وحشتيني والله يا موده. ايه الاخبار كله تمام؟ وحياه ربنا انت اكتر. امبارح ما عرفتش اتواصل معاك. معلش والله ضغط تليفونات. معلش يا قلبي. عارفه والله حبيبتي تسنديك على الوصفات الجميله. جميل يا قلبي ربنا يخليكي يا رب يا موده. اعملي بقى القرص معانا. انا بصي يا شيف عزيز انا بحب المعجنات جدا فبجرب كل حاجه انت بتعمليها. وانا بحب المعجنات جدا على فكره. انا لسه ما دخلتش معاكم في الحاجات اللي احنا هنعملها. هنعمل حاجات حلوه قوي ان شاء الله باذن الله. شكرا ليك يا موده. طيب هنعمل ايه؟ هنقطع العجينه بتاعتنا اللي اختمرت دي. تعالوا بقى نشوف هنقطعها ازاي. اي بقى حاجه عندك بتقطعي بيها تعالوا بقى نعمل كده اهو. هي بس يعني ما شاء الله الحر مخليها مفرهده صح اهو. نعمل بقى على قد ما احنا عايزين اهو. بصوا انا بصراحه في الوصفه دي مش عارفه البس جلافز وكده. البلدي بلدي بقى والحاجات الحلوه في البيت اعملي اللي انتوا عايزينه. مفيش حد في البيت بيشتغل غير بايديه. بصوا عايزين نعملها قرصه كده اهو وندخلها ترتاح بقى في الصينيه بتاعتها. عايزين نحشيها هنعمل ده وده مع بعض دلوقتي. تاني المكونات هتبقى معانا على الشاشه تاني. معلش يا استاذي عشان خاطر الناس اللي ما شافتهاش تشوفها. يلا بينا عشان احنا عايزين كل الناس تجرب الوصفه دي وتقول لنا رايهم ايه فيها. معانا اهو اللي احنا عاملينه ومعانا اللي احنا هنعمله دلوقتي. طبعا دي انا حاساها اختمرت بزياده انتوا عارفين. احنا هنسيبها بقى كده ترتاح هنا اهو. ندوس عليها دوسه صغيره كده اهي زي ما انتوا شايفين كده. يلا بينا هنعمل كام واحدة من غير حشوة وكام واحدة بحشوة عشان خاطر نوريكم دي ودي. أنا بفضل بصراحة السادة لأن أنا بحب أحطها بالشاي وحليب كده بتبقى حلوة قوي أهو. نعمل كده بالشكل ده. طبعا هي أنتوا تحسين إن هي بتلزق سنة وده العجينة المظبوطة. أي معجنات لازم يبقى فيها تلزيقة سنة كده. تمام أهو. حتى السنابون لما عملناه مع بعض كان فيه نفس التلزيقة كده أهو.
بصوا انا بعمل ايه، باخد من جوه لبره، من جوه من بره لجوه كده، يعني بلم العجينه من جوه من بره لجوه كده، تمام؟ عشان خاطر تعمل معايا ما يبقاش فيها تشققات ولا اي حاجه. يا شهد. ايوه السلام عليكم. صباح الهنا والسعاده، ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. والله انت اللي عامله ايه؟ الحمد لله يا قلبي. قولي لي، شاطره في المعجنات ولا لا؟ انا بموت فيها اصلا، بحب اجرب المعجنات. انا كنت عامله امبارح القرص الطريقه دي. عاملاها زينا كده ولا عاملاها بطريقه ثانيه؟ قولي لي. لا كنت عاملاها بيض، حاطه في العجينه بيض ولبن وزيت. بيض في القرص؟ جديده دي، اجربها برده، مفيش مشكله، بنتعلم من بعض حبيبتي. طب قولي لي ليكي اي كمان اسمها فريسكا كمان، مش قرص طريه. اه صح، في اسمها فريسكا، يبقى مش الفلاحي على اصوله بقى. قولي لي يا قلبي اتفضلي. انا عايزه طريقه الكفته اللي هي بتتعمل، كفته داوود باشا اللي هي بتتعمل في صلصه دي. حاضر، من عيوني. حاضر، لو سمحت ممكن تقولي لي طريقتها دلوقتي عشان انا هعملها النهارده على العشاء. حاضر. حاضر يا قلبي، تأمريني. حاضر منك ابدا. شكرا ليكي يا قلبي، شكرا لاتصالك. بصوا بقى، تعالوا بقى احنا عملنا ايه واحنا بنكلم البنوته الحلوه. احنا اهو لمينا العجينه بتاعتنا زي ما قلنا من فوق لتحت كده بصوابعنا كده بنلمها، تمام كده. هناخد واحده من العجوه بتاعتنا اللي احنا عاملينها اهي معانا، هنقوم عاملين ايه، حاطينها في النص هنا كده، ونعمل نفس الحركتين، نقفل عليها كده بايدينا اهو، نلمها كده، تمام. نعملها زي السره، عارفين السره كده، هي كده. وبعدين نقوم قلبينها كده وعاملين كده، واهو الاحجام اللي انتوا عايزينها. احنا عاملين كذا حجم،